جديد نصبح عليكم بالخير مشاهدينا إلى فقرتنا الحوارية الثانية لليوم. تعريب الأسماء الآرامية للقرى والبلدات السورية هي محاضرة ألقاها المهندس حسان يونس، وهو باحث في التاريخ السوري وعضو مجلس إدارة جمعية العاديات في طرطوس ومحرر بمجلة الفينيق، للحديث أكثر عن مضمون هذه الأسماء وآلية تعريب هذه الأسماء. بدي رحب بداية بالمهندس حسان، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك بكل الخير. يسعد صباحك أستاذ حسان، أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نعرف الهدف اليوم من هاي المحاضرة والغاية منها. يعني هي محاضرة جزء من عملية تسليط الضوء على موضوع التنوع الثقافي والأحادي الثقافي. سوريا ممكن تكون هي من أكثر مناطق العالم تنوع ثقافيا. يعني ممكن بعض الأحصاءات تشير ل 48 مجموعة بشرية ما بين مجموعة دينية وإثنية وغير ذلك. هذا التنوع تعايش واستمر وخاض تفاعل، قد يكون تفاعل سلمي وقد يكون تفاعل دموي خلال آلاف السنين. وصلنا في العصر الحديث إلى أنظمة قومية ذات طابع أحادي، تقول أن كل السوريين هم ينتمون إلى القومية الفلانية بدون أن نذكر أسماء أو نحدد بالضبط ما هي هذه القومية. هذه الأحادية هي نقيض للحالة الثقافية السورية القائمة على التنوع والتفاعل والتلاقى. وهذه المحاضرة هي نوع من البحث في هذا المجال فقط. طيب هلأ فيني أخذ من حضرتك أستاذ حسان بعض من أسماء المدن والقرى القديمة، الأسماء الآرامية التي تم تعديلها والأسماء التي عدلت إليها. نعم، سأعطي مثال مثلا من محافظة طرطوس. في منطقة صافيتة هناك مثلا قرية سرستان تم تغييرها، وليس تعريب، أنا لا أستعمل كلمة تعريب لأن الآرامية والعربية هما عائلة واحدة، لغويا عائلة واحدة، فالانتقال من الآرامية إلى العربية ليس تعريب وإنما هو نستطيع أن نقول تغيير أسماء من العربية إلى الآرامية. تم تغييرها إلى البستان في منطقة الدركيش هناك مثلا. بس لو ناقشتك بكل اسم لو سمعت، سرستان شو معناته؟ سرستان هو اسم فارسي. فارسي. واللافت للأمر أن البستان كذلك التي تم تغيير سرستان إليها هي كلمة فارسية. يعني سرستان تعني البستان بالعربية؟ ليس بالضبط. في أدريكيش كذلك هناك سريغس تم تعديلها إلى النرجس. نرجس. نعم، عفوا، السراج. السراج. هناك بلدي أخرى اسمها سريغس تم تعديلها إلى النرجس. في صافيتة كذلك، عدنا إلى صافيتة، هناك بلدي اسمها أبولي وهي ترتبط بمعنى التنسك والترهب. أبولي. نعم. تم تعديلها إلى الخضراء. هناك بلدة أخرى مجاورة لأبولي اسمها فتاح أبولي تم تعديلها إلى فتاح الخضراء. وهناك ظهر أبولي تم تعديلها إلى ظهر بشير، وهي كلها أسماء ذات طابع ميثولوجي ديني. هناك بلدة اسمها بدادة تم تعديلها إلى الدورة. بدادة؟ نعم، بدادة وتعني بيت الإله حدد. أنا لو سألتك أهلية يعني الانتقال الاسم من يعني بيت الإله، عفوا، أنا ما إله حدد. إله العاصفة يعني والمطر الذي كان معتمدا في حلب، وكانت قلعة حلب هي معبد للإله حدد. حلو، يعني الاسم من وراء قصة طويلة وأسطورية. نعم. يعني هلأ سميناها الدورة. نعم. شو معنات الدورة؟ بس الدورة هي كلمة عربية أعتقد واضحة المعنى، ولكن يعني أنت تريد أن تسأل إنه ما الربط بين الدورة وبين بدادة؟ يعني لجان التغيير الأسماء، وهي أعتقد ترتبط بلجان تمكين اللغة العربية في المحافظات السورية. اللي هي واضحة أستاذ، ما راح أختلف معك على كلمة الدورة، بس أوضح لك فكرة. مفردات عربية. أطول بالك عليه. إنه أنا معك كلمة الدورة واضحة، بس الدورة شو؟ دورة انقلاب ربيعي صيفي، يعني على شو بتدل؟ ليس لها أي مدلول. سوى فقط التشابه اللفظي بين الاسم الجديد والاسم القديم فقط. تشابه لفظي فقط. كانوا يبحثون عن تشابه لفظي بحيث أن السكان سيتقبلون الاسم الجديد، ورغم ذلك لم يتم تقبل أي اسم باستثناء حالات نادرة. يعني بعدون ينادولها بالاسم. طبعا لا تزال كافة القرى التي تم تعديل أسماءها إلى العربية مستعملة وفق الاسم الآرامي، وحتى في الوثائق الرسمية حتى الآن. يعني عندما مثلا تصدر وزارة التربية بيان نشرة بأسماء المعاهد والروضات وعناوين القرى التي تقع فيها تلك الروضات والمعاهد،
تضع الاسم العربي وإلى جواره الاسم الأرامي، لأن الاسم العربي غير معروف أين يقع وما هي تبعيته. يعني حتى في الوثائق الرسمية لا تزال الأسماء الأرامية هي متداولة إلى جانب الأسماء العربية. يعني أن المحاولة لم تكتمل ولم تأخذ كلها بسبب أن هذه الأسماء الآرامية هي متجذرة في الذاكرة، متجذرة في اللاوعي وفي اللاوعي، وليست مجرد ألفاظ يمكن تغييرها كيفما اتفق وفي أي وقت. يعني في قصة من وراء كل اسم. في قصة، هذه الأسماء صمدت 3000 عام في وجه التغيرات الكبيرة والمعقدة التي شهدتها سوريا. جاء اليونانيون وجاء الفرس، عفوا جاء الفرس وجاء اليونانيون، ثم عاد الفرس، ثم جاء الرومان، ثم جاء البيزنطيون، ثم جاء العرب المسلمون، ثم دخلنا في عصر الدولة الإسلامية في كافة أطواله وصولا إلى العصر الإفرنجي ثم المغولي والعثماني، وهذه الأسماء مستمرة لم تتغير، ولا يوجد نظام سياسي يحميها أو دياني معين تحميها. يعني بداية بيت إلى حدد لا يوجد دين معين من الأديان الإبراهيمية يتبنى هذا الاسم، ورغم ذلك هذا الاسم مستمر بقوته الذاتية، بقوة الطاقة الأسطورية الموجودة فيه. فجأة نأتي إلى القرن الحادي والقرن العشرين، بدءا من عصر جمال عبد الناصر حيث دخلت المنطقة في حمى ما يسمى القومية العربية، ولاحقا في الفترة التي حكم فيها حزب البعث العربي الاشتراكي والتي لا تزال مستمرة، ظهرت توجه تغيير كل ما ليس له صلة باللغة العربية، رغم أن هناك صلة. يعني الآرامية بالأخير هي اللغة الأم للعربية وهي والدة العربية. رغم ذلك يعني هذه مسألة لها علاقة بقصر النظر تجاه التاريخ وتجاه المسائل الثقافية العميقة في المنطقة. يعني الصاحب السياسي الذي قرر أن تغيير هذه الأسماء لديه قصور نظر شديد تجاه تاريخ المنطقة وعلاقات الثقافية وتشعباتها. الآرامية ليست مختلفة عن العربية، هي والعربية لغة واحدة. وهناك يعني حتى الآن نحن في الساحل السوري وفي ريف دمشق وفي إدلب وفي حلب وفي مناطق كثيرة من سوريا نستعمل الآرامية بنسبة تصل إلى 50% في حياتنا اليومية. بالواقع؟ نعم في الواقع. الآن نحن نتحدث بنسبة ما بالآرامية دون أن نؤرشف ذلك أو دون أن نعي ذلك. فلا أحد يستطيع أن يأتي ويقتلع هذه اللغة وهذه المفردات وهذه الثقافة بين يوم وليلة بقرار سياسي. طيب أستاذ مكملين معك أكيد، مكملين مع مشاهدينا، رح نروح لاستطلاع لزميلتنا عبير ونوس، بنشوفه مع بعض ومتابعين. مع أو ضد تغيير أسماء القرى لأسماء جديدة؟ ضد. ليش؟ لأنه كل قرية تعودت أنه تتاخد بهذا الاسم، وفي أسماء يعني إلى قصة إلى أي شيء قديم بيتوارثوا الأبناء عن الأجداد وعن الأهل. أكيد ضد. ليش؟ وخلص قرى هذه أسماء قديمة يعني وما في داعي للتغيير. ليه؟ إذا كانت إلى معنى وأنا معه، أما إذا ما كانت بلا معنى فأنا ضد. أكيد كل القرى إلى معاني، يعني بالتالي فهي انه نوجه الاسم كرمال له معنى فيها، بس يعني ما في منطقه اطلق عليه اسم الا ما كان له معنى. لا انا ضد، لان القرى كل قريه بتعبر عن القدم، الى معاني كثير للقرى، مثل اول تضيعتنا اسمها ست مرخو، الى معنى كبيره، معانيه كبيره، انا ما بتتمنى تتغير. لا هي دائما الشغلات الحديثة بتضل أحسن وأفضل بصراحة، يعني في لأنه في أسماء قرى بصراحة غريبة كتير وصعبة على اللفظ. لا لأنه أربينا وإنشأنا على هالأسماء هي، فوقت بده يتغير أسماء بده يشتكل علينا وعلى غيرنا. لا أستاذ اللي سمعناه بالبداية طبعا نلاحظ أنه غالبية الآراء بتأكد على الحفاظ على الأسماء المتداولة، ولاحظت أن البعض منهم تحدث أنه غالب هذه القرى لها معاني، وهذه فكرة مهمة جدا أنه هذه الأسماء ليست عبثية ولم تصمد خلال هذه 3000 عام عبثا، خاصة أنه لا يوجد داعم لا سياسي ولا ديني لها، صمدت بقوة أن لها معاني ترتبط بالثقافة العميقة لسكان المنطقة. طيب خلينا نقول أستاذ حسان، علاقة تغيير أسماء الأماكن بالتغيير الديمغرافي
خلينا بين قوسين نعرف او ما المقصود اليوم بكلمه ديموغرافي. هلا التغيير الديموغرافي ترجمه ثاني التغيير السكاني. والتغيير الديموغرافي حسب القراءه السطحيه للمصطلح يعني تعني نقل السكان او تهجيرهم من مكان الى مكان، قد يكون بالترغيب وقد يكون بالاكراه وباعتبارات كثيره. ولكن هناك وجه اخر للمساله وهو له علاقه بالتغيير الثقافي. والتغيير الديموغرافي تلجأ إليه الكيانات والدول والشعوب عندما تدخل في منعطفات سياسية وأيديولوجية وثقافية جديدة، وليس بالضرورة أن يكون نقل سكان أو تشريد سكان أو تهجير سكان، قد يكون نقل ثقافي، إزاحة ثقافية، محاولة إزاحة الوعي، محاولة إعادة برمجة ذهنية للسكان. وهذه الحالة التي نناقشها تعديل أسماء الآرامية للقرى إلى العربية هي نوع من التغيير الديموغرافي بما معنى تغيير ثقافة السكان طبعا. محاولة تغيير ثقافة السكان التي لم تكتمل ولن تكتمل فقط. طيب خليني أخذ من حضرتك يعني تأثير ربما تغيير اسم القرى على الإنسان أو سكان هذه القرية. يعني بالتأكيد الاسم وقوة الاسم وتاريخ الاسم له تأثير بشكل أو بآخر على القاطنين في هذه المنطقة، هل هناك من تأثير سلبي أو إيجابي على تغيير الأسماء؟ أكيد على الإنسان تحديدا. أكيد يعني أنا أستطيع أن أشبه أن تغيير اسم قرية ذات تحمل شحنة ميثولوجية مثل مثلا جبل صافون شمال اللاذقية الآن يسمى في الوثائق الرسمية وفي الإعلام الرسمي جبل الأقرع، هو في الاسم الأوغاريتي له جبل صافون، وهو جبل مشهور ووارد في ملحمة جلجامش ومذكور لدى السومريين أقدم حضارة معروفة في الهلال الخصيب وفي العالم. هذا الجبل الذي يمتد ذكره في المرويات التاريخية إلى أكثر من 4000 عام، ببساطة نحن نأتي ونقول نسميه الجبل الأقرع بما تحمل هذه الكلمة من وصف سلبي جغرافي أنه جبل لا يحتوي أشجار في قمته، ونزع كافة التاريخ الأسطوري والميثولوجي المرتبط فيه. الناس الذين يسكنون إلى جانب جبل الأقرع أو الذين يزورونه بشكل دائم يزورون إذا زاروه بصفته موقع تاريخي كان محج للأوغاريتيين، كان محج للعراق، يعني جلجامش ملك سومري جاء من العراق إلى هذا الجبل بحثا عن الحكمة وعن الخلود وما شابه، وهو أمر له دلالة شديدة. الإنسان الذي يسكن في ذلك الجبل أو على مقرب منه أو الذي يزوره إذا كان يزوره وهو على دراية بهذه المعلومات أمر مختلف جدا على أن يزوره وهو جاهل بها، يأتي إلى جبل أقرع ببساطة. يعني هنا دخلنا في حالة انفصال عن التاريخ، عندما تسميه جبل أقرع وتنزع تاريخه عنه أنت فصلت السكان الذين يتعاطون معه عن تاريخهم ببساطة. الإنسان الذي يأتي إليه وهو جبل أقرع بغض النظر عن مصداقية هذه الأسطورة بالتأكيد، لكن هناك الأسطورة ليست موضع شك في مصداقيتها أو لا، الأسطورة هي تراكم ثقافي لشعوب قديمة لسنا في موضع الشك أو التيقن منها. الأسطورة ليست للتصديق أو عدم التصديق مثل كالنص الديني، الأسطورة ليست لا تؤخذ بالمنطق. تمام. طيب خلينا نعرف من حضرتك أستاذ حسان أول عملية تغيير لاسم مكان بسوريا وين كانت؟ نعم الأمر ببساطة قديم وهو يعود إلى الدولة الآشورية الثانية. عندما تمددت الدولة الآشورية الثانية وبالمناسبة هي أول دولة مارست أو أول إمبراطورية مارست التغيير الديموغرافي بالمعنى البسيط للكلمة بمعنى أنها هجرت السكان، هجرت كثير من سكان الهلال الخصيب عموما يعني يعني مثلا سكان دمشق تم تهجيرهم بعشرات الآلاف، سكان صيدون في لبنان تم تهجيرهم، سكان حماة هجروا، سكان حلب كانت مخاض تم تهجيرهم من أماكن تواجدهم وتم إعادة توطينهم في مناطق من شرق العراق من شمال العراق حيث كان الآشوريين عاصمتهم نينوى. المهم بالتوازي مع ذلك قام الآشوريون باعتماد تغيير الأسماء للأماكن، ومن الأمثلة على ذلك مثلا تل بارسب تل الأحمر حاليا على ضفة الفرات الأعلى تم تغييره في زمن الملك الآشوري شلمنصر الثالث أو شلمان أشاريد إلى كار شلمان أشاريد تعني مدينة شلمان أشاريد. سأعطي مثال آخر يحمل نوع من الطرافة أن مثلا قرية الآن في ريف طل أبيض في شمال الرقة تسمى علي شار علي شار تسمى علي شار
يعني مدينة علي. بالكردية شار تعني مدينة، وبالآشورية القديمة كذلك الأكادية شار أو كار تعني مدينة كذلك. جاء الملك شلمنصر الثالث كذلك وقام، عفوا ليس أسرحدون، قام أسرحدون الذي هو أحد خلفاء شلمنصر الثالث، قام بتغيير اسم المدينة إلى مدينة أصباط. غير الاسم تماما يعني. تماما. المهم الاسم تعني المدينة المعلمة أو الموسومة. الآن يعني بعد 3000 عام من ذلك الحدث، الآن المدينة عادت إلى اسم علي شار، عفوا كان اسمها السابق قبل التغيير علي كونو. علي كونو ذات جزر يرتبط باسم علي، الآن اسمها علي شار، يعني عادت إلى اسم مشابه لاسمها قبل التغيير الآشوري. رغم اختلاف الثقافة الآن، يعني المدينة تحمل اسم كردي، رغم ذلك الآن عادت إلى اسم مختلف عن الاسم الذي غيره الآشوريين ومشابه للاسم الذي كانت عليه قبل التغيير الآشوري أليكون. تمام. خليني أحكي عن هيدي، عن صدى هيدي المحاضرة. نعم. اللي حضرتك ألقيتها بطرطوس، كيف كان الصدى؟ كيف كانت الصدى؟ كيف كانت ردود أفعال المستمعين لهذه المحاضرة؟ بالواقع كان في تفاعل، يعني سواء الناس الذين حضروا أو الذين لم يحضروا، يعني تلقيت كثير من المطالبات بنشرها وتقديمها إلى أشخاص كثر في داخل سوريا وفي خارج سوريا، وأنا سأقوم بنشرها بشكل. يعني هل كانت كان الرد الفعل كموافق على عدم تغيير أم موافق على التغيير؟ كان حماسي لعدم التغيير، كان أكثر عدم التغيير، تأكيد على الموضوع. نعم. حلو. طيب سؤالنا الأخير لإلك أستاذ حسان، كونك اليوم عضو بجمعية العاديات، خلينا نعرف من حضرتك رسالة وهدف هذه الجمعية وخصوصا دورها بنشر التاريخ وتوثيقه. جمعية العاديات هي جمعية هي أقدم جمعية في سوريا، جمعية ثقافية تراثية تهتم بالتاريخ وبالآثار وبالتراث وبنشر الوعي تجاه هذه المسائل. تأسست في حلب في العام 1929، كانت مرتبطة بحماية الآثار في حلب من النهب الفرنسي. وثم تأسست لها فروع في بقية المحافظات، هناك فرع في طرطوس يعمل منذ العام 2003، وهو فرع نشيط ويقدم الكثير من النشاطات والجهود من أجل التوعية تجاه التراث وتجاه الآثار وتجاه التاريخ. وهذه الجمعية رغم محدودية الإمكانيات تقوم بدور تكاد تكون مديرية ثقافي موازي أو مركز ثقافي موازي. تمام. يعني أنا ما ضل غير أني أتشكرك جزيل الشكر أستاذ حسان على وجودك معنا لليوم وعلى هيدي المعلومات اللي حضرتك أفدتنا فيها. بالتأكيد ما بنتمنى غير الخير بقادم الأيام، إن كان بالحفاظ على الاسم أو كان بتغيير الاسم. شكرا جزيلا لوجودك معنا وكل التوفيق في قادم الأيام. شكرا لكم. شكرا كثير لك أستاذ صباحك. شكرا.